تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته الكريمة هذا اليوم تمرين الرماية الذي نفذته الدروع الملكية بقوة دفاع البحرين بالذخيرة الحية. فلدى وصول جلالته إلى موقع التمرين كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، حيث رافق جلالته اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، والمقدم الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. كما كان في الاستقبال سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وقائد وعدد من ضباط الدروع الملكية. الشيطان الرجيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم الأنبياء سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظكم الله ورعاكم. سيدي صاحب المعالي القائد عام لقوة الدفاع، أصحاب السمو والسعادة، إخواني الضباط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي يا صاحب الجلالة بالأصالة عن نفسي ونيابة عن ضباط وضباط صف وأفراد الدروع الملكية والمشاركين في العرض أن أرحب بجلالتكم في ميدان رماية الدروع والمحطة الأخيرة للاختبارات النهائية في مرحلة تدريب الاختصاص لجميع سرايا الدروع. سيدي إننا في الدروع الملكية نتبع التعليمات الصادرة من القيادة العامة وتوجيهات صاحب المعالي القائد العام حفظكم الله جميعا برفع مستوى التدريب، حيث نقوم بتدريب الطاقم على الاختصاص تحت إشراف قيادة الكتائب، ويتم فحصهم فحص مركزي من قبل مدرسة الدروع تحت إشراف قيادة الدروع، حيث يتم خلق روح التنافس والإبداع والتحفيز بعمل مسابقات لأفضل طاقم دبابة ومدرعة أو ناقلة جند وأفضل فصيل وأفضل سرية وأفضل كتيبة، ويتم تكريمهم في نهاية مرحلة التدريب، مما زاد من مستوى كفاءة الطاقم. وكذلك نطبق التفتيشات الجاهزية لوضع الدروع في أهم الاستعداد لتنفيذ أي واجب يطلب من قبل القيادة العامة لقوة دفاع البحرين. سيدي وأننا في هذه الموقف إذ نجدد ولاءنا لجلالتكم ونعاهدكم بتقديم أرواحنا الغالية والقالي والنفيس لحماية مملكتنا
تحت ظل قيادتكم، حفظكم الله ورعاكم بموفور الصحة والعافية، منفذين الأوامر القيادة العامة. حفظ الله البحرين قيادة وشعبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبهذه المناسبة أعرب حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله عن اعتزازه بما شهده هذا التمرين وما امتاز به من دقة ومهارة، معربا جلالته عن تقديره للقائمين على هذا التمرين وما أبدوه من حسن تخطيط وتنفيذ، مؤكدا أيده الله على أهمية مثل هذه التمارين للارتقاء بالكفاءة القتالية. وقد كلف جلالته أيده الله قائد الدروع الملكية بنقل تحياته لجميع رجال الدروع الملكية البواسل وتقديره لهم على ما يتسمون به دائما من مستوى عال وجاهزية قتالية، مؤكدا رعاه الله أن ذلك يعكس ما يتميز به جميع رجال قوة دفاع البحرين الشجعان من كفاءة رفيعة وحرص على تنفيذ الواجبات الموكلة لهم بمهارة وبكل عزيمة وإخلاص، وأن قوة الدفاع ستظل بعون الله كما عهدناها سيفا ودرعا للوطن وقوة للخير والسلام، متمنيا جلالته للجميع دوام التوفيق والسداد. كما قدم صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين هدية تذكارية لجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله بهذه المناسبة، كما شاهد جلالته عددا من الأسلحة لقوة دفاع البحرين.